التوسل ثمانية أنواع ذكرها الشيخ ابن عثيمين. التوسل بالأسماء والصفات والأفعال، والتوسل بالإيمان والاتباع، والتوسل بالأعمال الصالحات، والتوسل بدعاء أخيك لك، والنوع الثامن التوسل بذكر الحال. دليله التوسل بالأسماء والصفات، عارفينها؟ اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك وأنزل إلى غير ذلك من يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا أسماء والصفات. الأفعال، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا توسل أيضا. طيب، بالإيمان واتباع، ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. التوسل بالأعمال الصالحات كما في الحديث الذي مر معنا آنفا. التوسل بدعاء المسلم، دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب. التوسل بذكر الحال، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل الله بذكر حاله ولم يذكر حاجته. هذه ثمانية أنواع. نفضل شيخ. نعم.